عندك فلاش ندير حتى انا فلاش المرسك 0651 79 14 150 هذيك المرسك. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدو مع السيدة هذه اللي كتبلها من العمر 32 سنة، كتقطن في مدينة سمارة، جات لمدينة الدار البيضاء باش دير واحد العملية على مرض السمنة اللي عندها، اللي هو مرض وراثي عند العائلة ديالهم. جات قصدات طبيب الفقراء اللي كيتواجد في واحد المشفى معروف في مدينة الدار البيضاء، جات لعندو باش يتعاون معاها ويعطيها البراوات ويدلها العملية لله في سبيل الله. عاودت لي على الحالة ديالها، ما رحمهاش وما عقلتش عليها وقال طلب منها 2.5 مليون لثلاث شهور البراوات. غنخليكم مع السيدة غتقول لنا القصة ديالها. السلام عليكم، شنو سميتك؟ جا عندي 32 سنة. شحال؟ 32 سنة. كنسكن في مدينة السمارة. جيت لكازا؟ جيت لكازا باش نشوف الدكتور ونهضر مع المحسنين يعاونوني على حساب مرض السمنة. فاش جيتي عند الدكتور شنو قلت ليه؟ قلت ليه الحالة ضعيفة وقال لي نخلي لك 2.5 مليون. لا قلت ليه الحالة عيانة صافي، وقال لي نتساعد معاك 2.5 مليون. أطلب منك؟ 2.5 مليون اللي باري 3 شهور. وتلاقيت مع واحد السيدة قالت لي المباتة حس به. كنطلب الناس المحسنين يعاونوني يشوفوا من حالي ويعاونوني الا كان ممكن. لا ما خدامش، انا قصد ما قدش نخدم، كيضرني الظهر والقلب ورجليا كيضروني بالمشيه، ما قدش نتمشى. كيفاش بدات السمنه؟ كيفاش هي كانت فيا من الصغر، كيفاش حملت بالبنت وفاش ولدت زادت عندي بزاف. تما كانت فيه السمنه، ما دابا كاين بعض شي حد في العائله فيه السمنه قلال ماشي بزاف. انتي جيتي قصدتي الدكتور ديال قصد الدكتور وجيت باش نقصد الدكتور، جيت باش ندير نداء الناس يعاونوني، جيت نشوف حالتي شحال كطلب وقلت نجي. كان بغي نقول المغاربه ما كرهتش نتلاقى شي محسن يعاونوني، انا نولي كاسبه صحتي وتنقد نخدم وندي بنتي الخرجه ندورها نديها فيما بغات. ما كنخرجهاش ما حتى كنجيبها مره ودوك كنحطها، والعام الجاي عندها مدرسه خصني نديها ونجيبها ونعاود نديها ونجيبها. ضروري خصك تكون عندك الصحه. كتسكن في سمارة؟ كنسكن في سمارة. جيتي من هنا عند الطبيب الفقراء؟ يتعاون معايا الطبيب الفقراء والشعب محسنين. لا تشقف دابا ما نقدرش ندير اي حاجه، خصني نديرها شويه نجلس. هاد البراوات اللي غديري شنو غيديروا؟ قال لك غادي ينقصوا لي الوزن 3 شهور نهار على نهار. كل نهار برا؟ كل نهار البرا. واحد السيده قالت لي جي انا نبات على حسابي، قالت لي دبري على الفلوس وجيباتي عندي نجيبك حتى لحدا وسيري. كي غديري دابا ترجع تما؟ دابا غادي ندوز جيت باش نشوف هو اللي هو الطبيب ونشوف اش قال لي ونرجع. الا كان شي حاجه مرحبا، ما كاينش نرجع بحالاتي. دابا راه نرجع نشوف الوالده ونرجع لسماره. الناس هما اللي ركبوني من سماره ماشي انا اللي ركبت، الناس اللي دبروا لي على المركب. لا راجلي خدام غير في البنيه، لا كيتقادى مع الكرا ومع الصاير ومع راك عارف المعيشه، والناس هما اللي يتكلفوا وصيفطوني انا وبنتي هنا حتى لكازا. لعبه 2.5 مليون كي غديروا؟ ايوا نشوف الا كاين شي محسن يعاونوني. هو هذاك ما كاينش، غادي نرجع بحالاتي. اصلا هاد السيمانه خصني نرجع حيت بنتي عندها الروض. درتي العمليه شنو غديروا؟
ماكرهتش انا نخدم ونعاون راسي، يعني كتخصك شحال من حاجه في الدار و... كتشوفين حنا اللي كيدير الدكتور تاعي داكشي حنا واقفين. مرحبا. لا الزوقه وداكشي، لا الزوقه خصك حنا ديالنا السيده ديالي. السيده في لايف دابا، السيده راه في لايف، حنا في لايف. لا انا كنهضر مع السيده، كتهضر معايا وانا خدام دابا. تهضر معايا وانا خدام. نسالي مع السيده وهضر معايا ديك الساعه. واحد شفتي فين ما عجبناكش؟ لا ما شفتش، ما كنشوفش. كيف ما انتي واقفه حتى انا واقف. ها كملي ليها. الموتور بعدا عندي في لا ريزيدونس. كملي ليها. هنايا. كملي ليها.